هل نقول للنصراني الذي يداعي بحرية المرأة وانفتاحها، أقول له هل تسمح أنت، هل تسمح أنت أن نرسم صورة مريم الأذراء وهي ترتدي يجل قدرها الكريم ونستغفر الله العظيم، نحن عندنا الطعن بالسيدة مريم كفر وردة، لكن سؤال، هل تسمح بأن نصور السيدة مريم عليها السلام تلبس شورت وتلبس الملابس القصيرة ولا ترتدي الحجاب؟ أنت يا نصراني تسمح بهذا أم لا تسمح؟ لن يسمح طبعا. فإذا قال لا أسمح فهذا يدل على أنك تنزه السيدة مريم من هذه الرذيلة. لماذا تريد أن تنسب الرذيلة للنساء؟ فأنت لا تبحث عن حرية المرأة، تبحث عن نسبة الرذيلة لها. طيب تبحث عن حرية، خلاص فلأتفق معك، اترك المرأة المحجبة وحريتها. لماذا تعارضها؟ لماذا تقول أنت تظلمين نفسك؟ أنا حرة وأنا أريد أن ألبس هذا اللباس، أليس كذلك؟ نعم. على فكرة هنالك خلاف عند المذاهب، هل وجه المرأة أم ويدها هل هو من العورة أليس من العورة؟ بينما